الرمضانيه. هنكون مع صفيه العمري اللي بتتكرم النهارده في لبنان، بتتكرم في الميركس دور على مشوار طويل من الفن والعطاء في السينما والتلفزيون. هنعيش معاها لقاء خاص جدا، هتفتح لنا قلبها، واللقاء هيكون جزئين، الجزء الاول في السويت عندها قبل ما تجهز وتنزل على التكريم، والجزء الثاني هناخد احاسيسها وهناخدها بعد التكريم، وطبعا مش هننسى دخلتها على الريد كاربت. عيشوا معايا لقاء خاص جدا من لبنان مع النجمه صفيه العمري. سعيدة جدا ان انا معاكي النهاردة، وسعيدة ان احنا يعني بنغيب ونتقابل في تكريمات، نتقابل في جوائز، نتقابل في تصوير. وحشتينا، يعني اقول ايه، بتغيبي عنا كتير ليه كده يا صفية؟ عشان اوحشكم يعني. طب يا ستي يعني برضو ايه، يعني مش قوي كده يعني. لا، ما هي انت عارفة الفواكه الموسمية مع انها دلوقتي ما بقتش موسمية، ما فيش، موجودة طول السنة. كان زمان الفواكه دي بتطلع على فترات متباعدة، يقول لك في المشمش، والمشمش موجود طول السنة. موجود طول السنة، المانجا بقت موجودة، كل الحاجات بقت موجودة. لكن انا بحب قوي الناس توحشني واوحشهم. بس بتروحي فين؟ بتغيبي فترة طويلة قوي. برضو في مثل مصري بيقولك البعيدة عن العين بعيدة عن القلب يعني. وشغلتكو دي عايزة على طول تبقوا على العين كده. والله انت عندك حق، وانا كسلانة جدا في الموضوع ده، لكن انا دايما بقول يعني ده احنا اعمالنا موجودة على الشاشات طول السنة. يعني الفضائيات مطلعانا طول السنة موجودين على الشاشات، طبعا انزل لهم كمان جوه الشاشة. يعني ما انا موجودة في مسلسلات بتتعرض على طول وافلام نازلة على طول، فلي الحلمية دي ما بتقفش. تخلص بصراحة. من فضائيات تخش على الثانية على الثالثة، البواب على الثانية على الثالثة، على طول راح جاي. فانا موجوده، فبقيت اقول يعني انا كمان هبقى في الاعمال موجوده، وبعدين في لقاءات تلفزيونيه كتيره موجوده. مش بحب ابقى مرطرطه كده كتير يعني. سوري في اللفظ ده يعني. لا، حتى مش في الحياه، مش في القنوات الفضائيه يعني، انا قصدي حتى في الحياه الاجتماعيه. يعني المناسبات، المهرجانات، الحفلات مثلا بتاعه اصدقائك، ما بشوفكيش كتير يعني. ساعات الناس بتقول صفية اعتزلت، صفية بعدت، صفية عايشه في امريكا دلوقتي يعني. بيطلع عليكي اشاعات كتير يعني، ان انت يعني حتى لما بيجي ناس ترشحك لادوار يقول لك لا ما هيش موجوده، دي عايشه في امريكا مع اولادها. هي دي بقى اكبر اشاعه انا بتعرض ليها من زمان جدا جدا. انا لا يمكن اعيش في امريكا، انا بروح ازور حبايب قلبي واولادي، اشوفهم في السنه مره. ده انا بروح في السنه مره، ممكن اقعد شهرين ثلاثه كل سنه، وبختار الوقت ده اللي هو بيكون الداد بالنسبه لي، اللي ما فيهوش اي ارتباطات. وفي الوقت نفسه بيكون الموسم بتاع الامم المتحده، بتبقى في يوم المراه العالمي، وبيبقى الايفنت بتاع المنظمه بتاعتي، وبيبقى الكلام ده كله في شهر مارس وفبراير، فبتواجد في الوقت ده. ما بيكونش في الوقت ده، او لو حتى عندي شغل بنظمه مع الانتاج. فعمري ما عطلت عمل، ولا عمري عطلت مواعيد يعني تصوير. تصوير او ارتباطات بالنسبه لي رسميه او اي، لا، كل شيء بالتنظيم وبالترتيب بيمشي. لكن فتره طويله جدا اتعرضت طبعا لاشاعات من اول ما اختاروني سفيره. شوفي بقى، من سنه كام؟ من 94 لما ابتديت في الهابيتات، منظمه كانت بتشمل السكان والبيئه وكل ده. وبعدين 96 اتنقلت منظمة الصحة
والسكان اللي هي United Nations Population Fund اللي بتشمل الأسرة ومشاكل الشباب والمراهقة والأمراض اللي هي زي الإيدز زي المخدرات زي الكلام ده. يعني ابتديت المرحلة دي كلها في الفترة دي. بقى انتشرت كل الإشاعات اللي لا تتخيليها. أنا اعتزلت يعني الفن الفترة مش دي موجودة فعلا، لأن كان بيشوفوكي دايما أعمال لسفيرة النوايا الحسنة والصبح حتى أنا كنت دايما أجي أصورك. ما أنت شايفة في المؤتمرات الطبية وفي الحاجات في الساعة 10 الصبح كنت بتيجي معايا. كنت باجي 9 الصبح في أنا مرة منهم كنت غاسلة شعري ونزلت كان مع وزير الصحة. أنا فاكرة طبعا يعني ما كنتش لاحقة حتى يعني تلاحقيني. فالناس افتكرت إن يعني الحاجات دي كلها بقت عندك أهم من التصوير والتمثيل أو ده اللي كان على الإعلام ظاهر. بالظبط. مش هتقدري إن أنت يعني تنامي لأن يعني هنا بقى بالنادي بنقول يا جماعة بنصرخ السلام. عايزين السلام السلام. ده دورنا النهاردة. الأمهات تعبانة، الزوجات تعبانين، الأطفال تعبانين. نوريهم بالسلام ده يطلع منين. وفي قتلة وفي ظلمة وفي كفرة وفي ناس حسبي الله ونعم الوكيل. في اللي جه بعد صفية العمري كتير في النوايا الحسنة، شايفة مين يعني استغل اللقب صح، ما خدوش كمنظرة واسمه كده ولكن فعلا بتشوفي ليه نشاطات ولما بتسافري أمريكا بتسمعي إنه هو عامل نشاطات كويسة وما بتتابع على الإعلام بتلاقيه إنه واخد الموضوع جد. انا هسالك السؤال ده انت اللي تجاوبي عليه. انا عايزاك تشتغلي مذيعه. اعتبريني انا صفية العمري النهارده. لا 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 ما تشتغلي انت مذيعه. مش دي كانت مهنتك الاولانيه؟ دي اللي امتحنت فيها ونجحت. طب والله كانت نفعتك دلوقتي. المذيعين دلوقتي هم اللي واكلين الاعلام. طب شايفه ازاي يعني؟ شايفه هو دلوقتي اللي مكسرين الدنيا. ارجعي لها بقى تاني. طب ما هو انا لو كنت يعني لحقت ان انا اعملها ارجعي لها بقى دلوقتي كل واحد يرجع لاصله. لا ما ينفعش بقى خلاص يعني كل انسان كلكم مذيعات جميلات وفيك او كبهائل. طب في فنانين كبير كتير بيقدموا برامج وبيعملوا برامج. شوفي انا يعني اتعرض عليا حاجه زي كده بس انا ما حبيتش. قلت لا الناس عرفوني كفنانه ممثله. مش عايزه اقصر ده بحاجه. خليني اتركن في الفيلد ده. ما ينفعش ان انا اغيره. ولا حتى اختياركم ان انتوا تبقوا في لجان تحكيم المواهب والحاجات اللي بتطلع دلوقتي زي البرامج اللي بتتعمل كتير دلوقتي ما تحبيش برضو دي؟ يعني اتعرضت عليا حاجه مره بس ما اقنعتنيش يعني. كانت حاجه على مستوى مش متوضه بقى مواهب تمثيليه وبتاع. مش انا اللي احكم. في اساتذه في الدراما، في اساتذه في المعاهد الفنيه يقدروا يحكموا. لا ما حبيتش الحكايه. طب هنرجع انت عايزه تسالي. انا صفيه العمري وانت اتفضلي بقى انت جاوبي على السؤال اللي سالتيه. طب اساليني عشان اجاوبك. لا انت عايزه اشوفك مذيعه كده. اسالي السؤال كده وانا هجاوبك. لا انت سالتيني السؤال اللي هو مين من مين شايفاه حضرتك. انت سجلتي وشفتي مع الجميع. انت شفتي نزلتي مع مين في اي شغل؟ بصي يعني هو مش بكثافتك بس يمكن اللي عندها الدؤوبة شوية في الحكاية دي هند صبري. الحمد لله. ألاقي فعلا حد فعلا بيشتغل ده وده بيبقى من القلب لأنه الموضوع مش موضوع والله العظيم مش موضوع اسم ولا منظرة ولا أي حاجة. قناعة شخصية حاجة من جوه قلبك أنك عايزة تعملي ده. واللي سبقاكوا بصراحة إنجلينا جولي. لا. عاملة شغل جامد قوي. قبل دي بقى قبل اي حد دي بشوفها. لا. انجلينا جولي بصي وقبلها جين فوندا. لا بس انجلينا جولي قاعده طول الوقت في سوريا. انا حاسه انها قاعده على الحدود. انا اقول لك بقى قبلها طبعا كان في فنانات كتير من هوليوود. كان شيرلي تيمبل الناس كلها عرفتها كطفله صغيره وبعد كده اللي كانت نفس النسخه اللذيذه اللطيفه جدا فيروز. هي كانت برضو سفيره ابتدت مع شيرلي تيمبل. اودري هابرن كانت مع اليونيسيف. جين فوندا. في سفره كتير جدا جدا.
محمد عليك ليه وهعدلك كتير بقى. ما قابلتيش حد منهم وانت في امريكا؟ لا قابلت كتير. مين قابلت مين كتير. الشخصيات المهمه اللي قابلتيها في حياتك؟ مايكل دوغلاس كان ميسنجر اوف بيس، بيسموه رسول سلام، مع اللي هو بيكافح ضد الاسلحه، الشباب اللي بيشيلوا الاسلحه والكلام ده كله. روجر مور، سوزان ساريندن، لا كتير كتير قبل. انا عندي صوره ليك انت وسوزان ساريندون في ابو ظبي، مهرجان ابو ظبي، فاكره اول دوره كنا مع بعض انا وانت وهي؟ من الحاجات كتير يعني. لما ان شاء الله نتقابل في مصر وتيجي عند البيت هوري لك مكتبه كبيره جدا جدا من السفراء والاصدقاء اللي انا قابلتهم فعلا في المجال ده. اهلا اهلا نازك هاني. سليمان دي موجود؟ ايوه اتفضلي اتفضلي. كنتش بحلم يا ولاد؟ ازيك يا عمر؟ بخير بخير والحمد لله. وش مورد والدم بيبك منه زي ما انت شايفه، وصحتي تمام وحال الحال، وانت كمان بسم الله ما شاء الله بدر في ليله تمامه، تمام زي ما كنت في ليله دخلتني. انت لسه فاكر؟ ايه ودي حاجة تتنسي برضه؟ طب ده انت صوتك لسه بيغرب في وداني، وانت ملعلعة وبتضحكي وبتقولي لي دمك خفيف موت يا سلامونتي. هو اللي انا فاكرة. ايوه طبعا. اتعرضتي له في زياره من الزيارات دي، يعني حسيتي ان هيغمى عليكي من صعوبه الموقف؟ اما كنت بروح اشوف، كان في المنوفيه، كان وقتها المستشار عادل حسين ربنا يمسيه بالخير كان محافظ المنوفيه، وكان في بيوت للاطفال القطاع. انا دخلت علشان اشوف ازورهم، وبعدين لقيت طفلة صغيرة شلتها من السرير بتاعها، لقيتها في درجة حرارة مرعبة جدا رهيبة جدا. حضنت البنت، والبنت لقيت ايديها اللي قد كده دي مسكت في رقبتي يا حبط، وانا لقيت نفسي بنهار وبعيط وببكي جدا جدا جدا. ده موقف. موقف التاني في مستشفى سرطان الاطفال برضو موجود هنا في برضه في نفس المكان، مش في المنوفيه، كان موجود في القاهره. مستشفى سرطان، مش اللي هو 73 اللي هو معروف ده، لا برضه اطفال صغيرين 6 شهور وسنه وسنتين مرضى بالسرطان. انا لقيت نفسي انهارت وقعت وعيطت وأم علي، ما بتحملش الأطفال. يعني خلاصة الكلام، لما أنا حصل عندي الموقف بتاع بيروت، لما حصل عندي الانهيار ده كأم، من تداعيات الحاجات اللي كانت بتحصل لي لما بزور الأطفال دي، عندي ضعف إنساني جدا تجاه الأطفال. عشان ولادك بعيدة عنك وانت عايشة في وحدة؟ لا 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 خالص. أنا تركيبتي أم. أنا حد قالها لي انت تركبتك ضعيفه، اتولدتي ام، او تركبتك ضعيفه ما بتستحمليش، نجمك خفيف. يعني دايما بحس ان انت يمكن التعب بيحوطك او العين تحوطك، او يعني بحس ان يعني عندك حال نجمك خفيف. مش عارفه يعني انت حاسه باللي انا عايزه اقول؟ يعني بحس دايما المؤمن مصاب، وانت بتتصابي كتير يعني. عندك مشكله، دي جايه منين؟ ان انت ست طبعك ضعيف
ولا عشتك لوحدك والوحده اللي بتعيشي فيها ولادك؟ مش لوحدي، انا هقول لك حاجه، انا اخويا معايا وعيلتي واخواتي كلهم على طول محوطيني، وعلى طول اتصالات باولادي وبروح لهم، ويعني مش حاسه بالوحده الرهيبه اللي انت بتقولي عليها. ولكن الناس على طول بتشوفك حزينه، ولا ده طب عينين صفيه هي اللي مديه الحزن ده؟ يعني دايما حتى في الحوارات في ارشيفك دايما يسالوكي عن الحزن، ليه انت حزينه؟ مش عارفه، يعني يمكن تركيبه انسانيه، يمكن مع ان برجك مش برج حزين. لا، الميزان هو يمكن الميزان ما قابلش السعاده كتير في حياته، ولكن بيحاول ان هو يخرج من الحزن اللي ممكن يحوطه، لانه يمكن يعني انا بتكلم عن نماذج شفتها في برج الميزان، انه ما حققش معادله الحب اللي تديله السعاده قوي في حياته، فدايما بيكون عنده لمحه حزن موجوده في عينيه. ممكن ده، ولا انت شايفه ارتباطك بالحزن ليه؟ صديقي العزيز. لا لا والله ازعل منك. اوعى يكون ده صديقك اصلا، لازمني فعلا على طول. ده انا ازعل منك، ده انا ما صاحبكيش ابدا يا صفية. ده انا ما بحبش الحزن ابدا. لا لا لا، دي لا، ما تقوليش صديقك العزيز. لا، عايزه اقول لك حاجه، قولي عدوك اللدود اللي بيطردك، لكن ما تقوليش ده صديقك العزيز. انا عايزه اقول لك، انا بفلسف الحزن في مشاعر انسانيه بحسها، اذا ما بحسش بالحزن مش هحس بالسعاده. فما ينفعش الانسان يبقى فتح بقه كده وسعيد على طول، ده ايه ده يبقى انسان ايه اللي سعيد على طول؟ ده يبقى غريب جدا يعني. لازم احس بالحزن عشان احس بالسعاده، علشان لما اكون حزينه دلوقتي في بعد شويه حاجه تفرحني. يعني الجايزه اللي جايه اللي هنستلمها النهارده دي والتكريم الكبير ده هتفرحك؟ طبعا. هتخرجك من الحزن طبعا، هنشوف لمعان في عينيكي وانت طالعه تستلميها. طيب، ولقائي بيكي دلوقتي ما هي فرحه برضه وسعاده، لان انا ما بعرفش اقعد مع حد ما بقاش سعيده معاه. يعني في ناس بتجيب لي سعاده وفي ناس بتجيب لي كآب، دول تبعدي عنهم، انا بهرب منهم. وانا بهرب كتير. انا اقول لاصحابي لو اتقابلنا مش عايزه حد يقول لي مشكله، بالظبط نتكلم في اي حاجه مفرحه. قبل المشاكل خلي مشاكلنا في البيوت. صحيح. زي الشعب اللبناني، الشعب اللبناني يرمي همه في بيته. أيوة. وعشان كده احنا هنا واخدين طاقه ايجابيه كده، تحس ان انت فرحانه وانت داخله لبنان. هو ده يعني من اول سلم الطياره اظن شفتي البهجه والاستقبال بالورد ليكي والجو. صحيح. ده يعني. صحيح. كان استقبال جميل. صحيح. سعيده يا حبه القلب. خميس ايه ما تشيل عني؟ ليه التعب ده كله؟ لا تعب ولا حاجه، دول شويه موز وشويه تفاح يستاهلوا بقك. ايه انت مش عايزاني ادخل ولا ايه؟ لا ابدا، ازاي؟ اتفضل. يا ست انا بقيت خطيبك، ما فيهاش حاجه ابدا يعني. بس انا خايفه من الناس. الناس ملهاش حاجه عندنا، انا بحميكي بحب من الناس، وبكره تعرفي ان الحب سيد الاشياء. نعم. لا، بكلمك بالثقافه. أه؟ لا انا كنت جاهله ولا ايه؟ ما انا كمان بفهم في الثقافه. ده انت ابو الثقافه كلها. ايوه كده، اضحكي اضحكي اضحكي، منعول ابو الغم يا شيخه اضحكي. يعني ندخل في جو مبهج ونبعد عن الحزن. اوعي الدموع دي مني. اي ده مع الحزن. لا لا لا. طبعا طبعا. حضرتي نفسك ازاي لاستقبال الميراكس دور بعد غياب طويل عن لبنان؟ هتقابلي جمهور؟ انت هتشوفي، يعني انا هسيب لك المفاجاه، هتشوفي الاستقبال على المسرح هيكون ازاي. انا عارفه هنا بيعشقوكي في لبنان. وحتى احنا اول ما نزلنا من على سلم الطياره الناس بتناديلك في المطار يا نازج يا نازج يا نزاجه، مش عايزين ينسوا ليالي الحلميه. ولا يمكن. فجهزتي نفسك ازاي؟ ويمكن لبنان كمان بتحب الشياكه وبتحب الحركات، والميركس دور الناس بتهتم قوي بالريد كاربت والفستان والشعر والميك اب. فستانك عامله ازاي؟ شعرك اخترتي التسريحه؟ هتغيري عيون صفيه اللي مشهوره بيها، اللي طلعت حتى ماركه العربيات قال لك عيون صفيه؟ كان في عربيه نزلت فتره ايام ليالي الحلميه. كانت اسمها عيون صفيه مسحوبه كده. فهتغيري الرسمه، هتتغيري، هتعملي نيو لوك في لبنان زي كل الفنانين لما بيجوا لبنان؟
اولا ده الماركه بتاعتي يعني ده البراند بتاعي ما يتغيرش. ثانيا محضره فستان عمله لي هاني البحيري، فستان لطيف قوي قوي قوي، وهو هاني بيعرف طلبات. بيعرف يفهمك. عامل لك فستان حلو قوي في مهرجان القاهره وانت بتتكرمي بالايد كده ماسكه وانت بترفعي ايدك، انا فاكراها كده، لان انا ليا ستايل معين. انا ما بحبش امشي على يمكن حد يقول عليا اولد فاشن ولا كلاسيكيه، ولا انا بحب الحاجه اللي تليق عليا. ما يهمنيش ان انا امشي على الموضه قوي او حاجه تبقى الموضه دي يمكن ما تركبش معايا، ما تليقش عليا. بس الفنان محتاج ان هو يغير من شكله كل شويه عشان الادوار، ويجيله ادوار جديده وشكل جديد والناس تشوفه بنيو لوك. يعني حتى دلوقتي دكاتره التجميل بقت الناس تروح لها مش عشان تصغر نفسها او كده، لا، عشان تعمل نيو لوك الناس تشوفهم فيه، يعني بقصه شعر بالحاجات دي. انت مش انا طلعت للناس بشكل معين حبوني فيه. مش عايز اصدمهم بشكل تاني ممكن يبقى فيها رفض، ممكن، وانا لو شفت اي تغييره فيا ما حبيتهاش مش هحبها، بالتالي الناس مش هتحبها. ف يمكن انا كلاسيكيه اكتر، انا اصلي من العصور حاسه ان انا اتولدت في عصور قديمه قوي قوي قوي، اللي هو بتوع فرنسا دول، الفساتين الطويله والحاجات دي، والبرانيت والمراوح والحاجات ده انت لقيتي نفسك في هوانم جاردن سيتي ونازج السلحدار دي، لقيتي عشتي فيها. طبعا يعني في ناس مؤمنه بان روح البني ادم كانت في حته تانية وجات انت وروحك كانت في ناس من انا بقى دايما يقول لك ري انكرنيشن. ايوه يعني الحاجات دي يعني فانت كانت في العصر ده، عصر الفساتين ده والهوانم ده. ولذلك عارفه لما كنت اروح اي مول كنت اقول لاولادي مثلا ايه، لو تهنا من بعض هتيجوا تلاقوني دوروا عليا عند البرانيت. تلاقوني جنب. لسه بتشتري برانيت؟ بحبهم حتى يعني حتى ان مفيش ادوار ليها ومفيش خروجات حتى ليها. معرفش اول ما اقف قدامهم كده ببقى ضعيفه جدا جدا. يعني انا فاكره ان انا كنت في بوسطن قدام محل مشهور جدا جدا ولقيت برنيطه محطوطه في الفيترينه، والله العظيم يا بوسي 3 ايام اروح اقف قدامها لحد ما ابني قال لي يعني مش معقول حبك للبرانيت خلاص. انا تعبت منك والله، لو ما جبتيها انا هجيبها لك لان زهقت من وقفتك قدام البرنيطه دي. وفعلا جبتها ولبستها في هوانم جاردن سيتي. جالها دور. وانا بجيب البرنيطه وبعدين افصل لها الفستان او اللبس اللي هيليق عليها. فانا عشقي للزمن ده. بحب الزمن. لا لازم وانا لسه فيه لازم نشوف لك حاجه تاريخيه كده تعمليها في الزمن ده. روحي تركيا اعملي بقى المسلسلات التركي، هتعيشي في لا انا هنا في مصر وهنا في بلدي وانت عارفه كان هيكون في عمل ان شاء الله ان شاء الله ممكن ان شاء الله يرجع تاني نكمله ان شاء الله نسترجعه يعني هنشوف ان شاء الله. يعني اللوك اللي هتطلعي بيه فستان من عند هاني البهيري لونه ولا عايزه تسيبها مفاجاه؟ خليها بقى خليها مفاجاه. لكن الميك اب هو الشعر جوراد هيعمل لك تسريحه العزيز اللي طلعتي بيها في رمضان، كان عامل لك تسريحه حلوه نيشان وكان لقاء هايل كان ممتع جدا وممتع. وانا فاكره ان انت كلمتيني وهنيتيني وانت زي القمر. لا كنت زي القمر فعلا، كانت طلتك حلوه. الله يخليك. اكيد الطله النهارده كمان هتكون مميزه ومختلفه. وعايزه اقول لك ان انا اللي هقدمك. لا يعني هقدمك من قلبي، يعني هم قالوا لي والله ما تقولي حاجه زياده. لا والله انا على فكره انا مش محضره ولا معايا ورقه ولا هيبقى معايا ورقه ولا انا هطلع اقول احساسي بدون مجامله. هقول يعني احساسي ليكي هقدمك بيه على المسرح وان شاء الله هيكون سوكسي عالي جدا. يعني ان شاء الله الدهشه اللي في عينيكي دي انا كنت متوقعها من زمان، بس الرساله اللي عندي من عمر كانت لازم توصل لك. انت شفتي عمر؟ ايوه. انت ما تعرفيش عمر بالنسبه لي بقى
من فضلك انا عايزه اطمن عليك. التصميم اللي في عينيه بيقول ان هو اللي معتقل الزنزانه مش هي اللي معتقلاه. ايمانه اقوى من اي قهر. بيسالك فين قلمك. قلمي قلمي ضاع مني، انكسر مع قلبي، اعترض، هرب، رفض. قلمي كان عمر هو اللي بيحركه. هو محتاج له دلوقتي. سأل عليه نعمت. بس مش غريبة اني اسألك انت عن قلمي انا. ما تستغربيش، عمر هو المعنى الحقيقي في حياتي. خلاص مشيب معرفتك يا امل حياتي. عايز تفهمني انك بتحبني قوي قوي. لا قوي قوي دي شويه، انا بحبك قوي 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 لغايه بعد بكره. عشان كده مستخسر فيا ربع مليون جنيه. يا روح قلبي انا مستعد اعمل لك اي حاجه في الدنيا بس تكون معقوله، انما اللي بتطلبيه ده صعب قوي. صعب؟ تبقى ما بتحبنيش يا دود. يا ربنا انا بحبك قوي 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 ومستعد اعمل لك كوافير، اعمل لك بوتيك، اعمل لك اي مشروع صغير تعرفي تسيطري عليه، انما تخسيس والتسمين والرياضة والكمباز والبدوكير والمنوكير ده كله انا ما بفهمش فيه. انا ما بعرفش الا في تجارة الخشب، والخشب دي حاجة مكسبها مضمون. ما هو ده كمان مكسبه مضمون يا دودو، والخبير الاستشاري قال نقدر نبتدي بربع مليون جنيه. وهو ربع مليون شوية. ايوه شوية بالنسبة لك. ملالين انا مش عايزة. استنى روح حظي كده نصيبي كده، ربنا رزقني بواحد بخيل جلدة مستخسر فيه ربع مليون جنيه. اسمعيني بس يا حبيبتي. مش عايزة اسمعك، ما تتكلمش معايا ولا كلمة. طب نتفاهم يا حبيبتي. ما تتفاهمش معايا، شيل ايدك من عليا، شيل ايدك من عليا يا بخيل يا جلدة. كم الجوائز وكم التكريمات وكم الحاجات دي؟ لسه الجائزة مهم؟ لسه التكريم مهم؟ طبعا دي يعني قد ايه بتشعر الانسان سواء كان فنان في عمل فني او في عمل انساني، انت بتقدري يعني مجهودك ده، لاقي ان في ناس بتقولك انت كنت كويسة، انت عملت مجهود، شكرا، كلمة شكر. بتنبسطي من جواكي وتدي اكتر وتبقي عايزة حدي اكتر بقى. انا عايزة ادي اكتر، وانا عندي حياة لسه مستمرة، وعندي لسه عمر هعيشه وعايزة اعيشه طالما ان انا عندي عطاء، وانا ينبوع العطاء عندي موجود على طول. بيهبط شويه ساعات بيجيلك بقيت شتو، وبعدين ساعات بيجيلك بعد كده حركه واندفاع. يعني بتكون لها ظروف، بتكون لها ظروف، ما احنا كلنا في الحياه عندنا ظروف الحياه كلها اب اند بالظبط. ويعني تتاملي شويه، تقعدي تتاملي، واحنا عشنا في مصر الظروف كانت وحشه جدا، وصبرنا وفضلنا وعانينا وتعذبنا وتوجعنا وتألمنا، وفي النهايه الفجر ابتدى يشقشق. الفجر ابتدى يشقشق. يعني الحياه السياسيه واخداكي، ممكن تقعدي تشوفي تتكلمي في السياسة، ولا أنت بعيدة عنها يعني دورك السياسي؟ لا أنا بتأمل وبتابع، أنا بتابع كل ما هو صغيرة وكبيرة في كل ما يحدث في المنطقة العربية كلها، مش في مصر بس. ما احنا كلنا مربوطين في حبل واحد. اللي بيحصل هنا بينصب على هنا، ده بيعاني كلنا في حزمة واحدة.
ما شفتكيش في اي يعني حتى يوم مقابله الرئيس السيسي مع الفنانين. كنتش موجوده للاسف. كنت في امريكا للاسف. كنتش موجوده. نشاطات سياسيه يعني. احيانا الفنانين بيحضروا حتى قناه السويس. ما يعني ما فكرتيش تروحي تزوريها؟ يعني اتمنى فعلا يكون في زياره فنيه بقى تشمل الفنانين وتشملنا كلنا. هكون اول واحده. ايه رايك موجود في المشروع ده؟ يعني عايزه اقول لك انه سمعت حاجه كانت لذيذه قوي من يومين. مشروع الميت يوم اللي قبله كان ايه والميت يوم اللي بعده حصل فيها قناه السويس. شوفي اعظم مشروع في الدنيا ممكن. كان اتفكر فيه قبل كده وناس فكرت فيه قبل كده، لكن التنفيذ ما احنا عندنا حاجات موجوده في المكاتب وفي المكتبات وعلى الرفوف كتيره جدا، لكن امتى نبدا وازاي ناخد خطوه وسريعه وتستطيع ازاي بكلمه حنينه وبكلمه حب وبكلمه ثقه وتشجيع للمصريين جريوا كلهم وسددوا المبالغ المطلوبه للمشروع. اشتريت شهادات باسماء اولادي. باسماء اولادك. طب شيء جميل جدا. اتبرعتي في الصندوق ولا بتعتبري ده جزء من التبرع؟ هو مساهمه طبعا. هو مساهمه. ولادك في امريكا طلبوا منك ان عايزين يساهموا، دورهم هل مثلا مشغولين بحال البلد بيكلموكي بيقولوا لك اي حاجه عن البلد، ولا هم شغلهم واخدهم وحياتهم في امريكا نسيتهم جذورهم المصريه اطلاقا؟ يعني هم موجودين معايا على طول وجايبين على اتصال وتواصل وعايشين الأحداث كلها على طول وبنتشارك في كل المواضيع ومتابعين معايا up to date يعني على طول خطوة. وهم اللي طلبوا منك الشهادات انك تشتريها ولا انت اشتريتيها عشانه؟ لا، لما انا قلت لهم قالوا لي فورا فورا. طب ما انا اعملها لكم دي. لا يعني طبعا شيء جميل منك. بقيتي تيتا مش كده؟ عندك حفيدة؟ شفت انت بليتين حلوين كده لذيذين طبعا. بتتعاملي معاهم ازاي؟ وهل فيهم واحده نازج الاستحضار كده تلعب من يومها بكعب كده وشينيون وحاجه بقى ودلع كده زرق وبلوند انا شايفاهم امارات في الصوره. حاجات واخدين صفية العمري خالص يعني. ان شاء الله. بس واخدين الفن يعني فيهم يعني طبعا وليد واحمد ما لهمش علاقه بالفن. لا، كان وليد عاوز والله. وليد عاوز كان طول عمره عاوز. بس انا دايما كنت اقول له شهادتك اولا بعدين بعمل انت. فخلاص يعني نسيتي. لا، ما نسيتهوش. هو دخل في مجال فني برضو اللي هو الجرافيك ودخل بقى في المارشال ارت والتايكوندو والتايتشي الناحيه الرياضيه دي. ركز بقى في امور اخرى يعني. ربنا يخليهم لك ويخلي لك الاحفاد كده. وعايزين نشوف حفيده كده تكون واخده من صفيه شويه. يا اختي اتمنى. يعني نشوف. ولو ان يعني مجالنا صعب جدا. صعب جدا. احنا بنتعب وتعبانين ودايما اي حد يتمنى ما حدش من اولاده ياخد نفس التجربه لانه فيها معاناه شديده جدا. صفية. وما يثبتش الا اللي عنده خلفيه جامده والمؤمن وعنده صبر ومؤمن وفنان بجد. يعني المهنه دي لو ما كنتيش بتعشقيها وما كنتيش عندك الموهبه بجد، ان ما كنتيش مضحيه عشانها قوي مش يعني ما حدش هيقدر يكمل فيها. مهنه صعبه. أبداً. يعني موضوع مش موضوع فلوس وشهره. لا، دي موضوع يعني زي ما بيقول حياه او موت يعني. مظبوط. مظبوط. يعني انا بتشوف الاجيال كلها اللي عانت واللي حفرت في الصخره عشان تعمل اسم وما كانتش بتاخد فلوس. انت عشتي الجيل ده، عشتي مع عمر الشريف وعشتي مع رشدي اباظة وعشتي مع النجوم الكبار العمالقه اللي يمكن سابت الدنيا ما سابتش جنيه ومعهاش جنيه، الفن للفن. وعشتي مع الجيل الجديد ده، صورتي معاه ويمكن طبعا عملتي معاهم فيلمين ثلاثه وكانت التجارب بالنسبه لك ما انبسطتيش بيها. لا، انا اشتغلت مع كل فنانين مصر. انا عارفه. لا يعني انا بتكلم العمالقه بقى اللي كلهم عمالقه. كلهم عمالقه. الجيل القديم اللي كان بالفن للفن. يعني ما حدش يصدق
ان رشدي اباظه ما عملش ملايين، ما حدش يصدق ان فريد شوقي من الملك ما عملش يعني أبداً. ما سابش فلوس أبداً. يعني ان الناس الكبار كانوا بيقبضوا بالالوف، النهارده في ملايين وحتى كانت المبالغ اللي بيقبضوها ما هياش المبالغ الكبيره وما كانوش بقى بيفكروا اللي بيعمل مشاريع او يجيب اراضي يسقح او الجيل اللي دلوقتي اللي في او يعملوا اعلانات او يجروا يعملوا برامج او الحاجات دي، يعني عندهم ما شاء الله. الفرق بين الجيلين اللي انت عشتي ده وده شايفه بين السماء والارض، يعني يعني الفرق. احنا يعني انا اقول لك مثل بسيط جدا، يعني انا ايام الحلميه كل ملابسي والهوانم كل ملابسي كانت على حسابي انا، ما كنتش مستنيه التلفزيون عشان يفصل لي، ما كانوش هيقدروا حتى يعملوا الابهار اللي انا كنت بعمله. وكنت باخد ايه ملاليم، يعني تعتبر بفلوس الايام دي لا ملاليم، مع ذلك يعني كنت بصرف عليها واجيب الاكسسوارات واعمل الديزاينات اللي انا عايزاها، ولانه كنت بقعد على الورق اشوف المشهد البسه ايه، اتخيله ازاي، اعمله ازاي. ما كانش معاكي ستايلست، دلوقتي كل عمل معاه 10 ستايلست وراه، هم اللي بينزلوا، هم اللي بيشتروا لهم الملابس، هم بس بياخدوا لهم الحاجه ويروحوا التصوير. بالظبط. ما كانش عندنا الكلام ده كله، وكنا الكلام ده كله كنا بنضحي 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 للعمل الفني، كانش يهمنا ان احنا هنقبض كام. يعني انا فاكره ان انا ايام الحلميه عمري فكرت ان انا بعد كل جزء وجزء اروح اقدم طلب عشان ارفع اجري، ما كنتش فاكراها دي، ما عملتهاش. كل زمايلي كانوا بيعملوها، انا كنت ناسيه الموضوع ده او ما كانش حد بينبهني. بعديها بقى ضحكك، لما عملت عمل تاني لقيت اجري صغير جدا، فبقيت يا جماعه يعني انا معقوله؟ طب ما انت ما كنتش بتقدمي طلبات ترفعي اجرك. الله الله، انت سهل الضحك عليكي كده صفيه كتير في الامور دي. بس خلاص بقى اتعلمتي. في حد جه ضحك عليكي هنا وقال لك انه من طرف الشيك الشعراوي، وكانت قصه مشهوره برضو، واديتي له كل الفلوس اللي معاكي، وبعد كده الشيك الشعراوي قال لك انا ما بعتلكيش حد. كان في وقت كان كنت بمر بظروف كانت صعبه جدا، كانت والدتي لسه الله يرحمها كانت متوفيه، وكان جه العيد الكبير، وبعدين لقيت الأمن عندي في البيت طلعوا مقدمين جواب كده بيقول، يعني أخدت الجواب قريته إنه ده من طرف الشيخ الشعراوي. انا حتى ما كنتش مستعده نفسيا ولا اي حاجه ان انا استقبل اي حد ببيتي في الوقت ده. فقلت لهم خلاص خليه يتفضل، ده من طرف حد لا يمكن اعتذر عن مقابلته، استحاله يعني. فقابلته وكان وقفه العيد الكبير. انا فاكره وقفه العيد الكبير في مصر او في العالم الاسلامي بيصوموا. فاستقبلته وكان موجود عندي في الصالون محطوط شوكولاته او ناتس كده في صندوق ما اعرفش ايه محطوط. على بال ما دخلت له لقيته طالب شاي وقاعد بياكل شوكولاته وبتاع الله. اتنبهت الحكايه دي بعدين. المهم قابلته خير، لقيت الجواب بيقول لي فيه من طرف الشيخ الشعراوي بيقول لي اخ عزيز استقبليه، وانه فيه مشكلة طفل يتيم عايزين يزرعوا له نخاع في مخه، زي ما انا قلت لك انا بنهار قدام اي مشكلة طفل ويتيم كمان وعنده مشكلة عملية جراحية خطيرة جدا وزرع نخاع. فدخلت قابلته فقال لي، قلت له حضرتك من طرف مولانا والشيخ؟ قال لي ايوه. هو زيه، انا كنت سامعه ان هو مريض، هو زيه؟ قال لي كويس الحمد لله. قلت له طيب ما تطلبه لي بس اكلمه واسلم عليه اطمن على صحته. قال لي لا هو مش هيقدر يرد على التليفون لانه مريض وتعبان، انا هخليه يكلمك بالليل. طيب قمت قعدت دورت كل الفلوس اللي عندي في البيت،
فالمهم ان انا طلعت كل الفلوس اللي موجوده في البيت واديتها له، وبعد ما مشي انا بقى سعيده انه الشيخ الشعراوي يعني اختارني انا ان انا اقوم بالمهمه دي واني اساعد يعني. فلما جه اخويا بحكي له الموضوع بوري له الجواب قال لي ده مش خط الشعراوي. قلت له ايش عرفك؟ قال لي ده اولا مكتوب بخط منمنم كده صغير قوي، وبعدين عامل ما فيش امضه، عامل ختم باسم الشعراوي. قال لي ده مش خط ازهري، هو مثقف جدا وفاهم في الحكايات دي. قال لي مش خط حد ازهري، وبعدين فين امضته؟ مش ماضي، خاتم يعني. شككني في الموضوع. فلما شكيت رحت مكلمه الحاجه ياسمين الخيام، قلت لها يا حاجه حصل كذا 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 كذا. قالت لي طب اقفلي. كلمته وبعدين كلمتني قالت لي انا هفوت عليكي. ده كان تاني يوم الصبح بقى الساعه 10 الصبح، قالت لي الشيخ عايز يشوفك. دي كانت اول مره تشوفي فيها الشيخ الشعراوي. انا كنت بسمع قبل كده ناس كانوا بيقعدوا معاه واعرف رايه فيا، وكان بيتابعني، وكنت يعني سعيده جدا جدا كان برايه فيا. كتير من الناس اللي هم وصلوني رايه فيا يعني. فالمهم ان انا تحمست جدا ان انا اروح معاه، ورحت قابلته وانا في قمه السعاده ان انا رايحه اشوف هذا الرجل الرائع العظيم. لا تتخيلي اتقابلت مع بني ادم متواضع حنون لطيف يحببك في الدنيا والدين. فالمهم انه لما عرف الموضوع واتحكى له الموضوع قال لي يا بنتي، شاف الجواب قال لي ده مش خطي، تعالي اوريلك خطي بقى. جاب مصحف وكتب لي عليه اهداء بخط ايده، وقال لي شوفي بقى الخط ده من الخط ده مختلف تماما تماما. قلت له يا فندم تأذن لي ان انا اعلن الحكايه دي في الصحف علشان نقفل على النصابين دول، اي حد ممكن يقع في براسن النصابين دول. انا بستأذنك، هل ممكن اعلن الحكايه دي؟ قال لي اوكي اعلنيها. فطبعا نزلتها اخبار اليوم ونزلت بقى الجواب اللي جالي وما لقيتيش النصاب، وقال لي انا ما عنديش الختم ده وعاملين ختم مزور. ويروحوا بقى ينصبوا على كل الناس اللي هم بيحبوا الشيخ الشعراوي وبيثقوا فيه ان هو راجل يعني طبعا راجل كلمته دين ومن راجل بنحبه وراجل قدير يعني. فدي كانت تفتكري ان انا اتعلمت يعني؟ لا طبعا ما اكيد تعلمت. ما اتعلمتش. نصب عليكي تاني امتى؟ كذا مره برضه والله. دي تركيبه انسانيه، تركيبه انسان طيب بيضحك، سهل الضحك عليك. بس يا ريت بعد كده تتعلمي، لان لما يشوفوا الحلقه دي النصابين بقوا كتير قوي اليومين دول. لا معلش خلاص، انا صفيه اتعلمت فوقتكم، ما عادش حد هينصب عليا. وانا دلوقتي عينت بوليس يتحقق من كل حاجه. لا النصب على الفنانين اليومين دول كتير جدا. يعني التليفونات واللي يجي تحت البيت وكله بيتكلم بصيغه المرض، بنتي بتموت في المستشفى ده بقى خدي من ده كتير كلى وهيعملوا بتاع. فيعني العمليات بقت كتير، كتير كتير قوي. انا بقول يعني ان الفنانين لازم ياخدوا بالهم ولازم يتحققوا، لان الموضوع انتشر جدا جدا الفتره الاخيره ديت. صحيح. مش عايزه اعطلك، عايزاكي تجهزي الليله بقى. عايزه اشوفك النهارده عروس على الريد كاربت. الله يخليك. هسيبك علشان خلاص جرعد وصل يا دوبك تغيري وتعملي الشعر الجميل، وانا كمان اغير ونتقابل على الريد كاربت ان شاء الله. انا عايزه قبل ما عايزه اشوف احلى ابتسامه. وبعدين اسمحي لي ان بعد الجايزه كمان عايزه نكمل حديثنا عشان اشوفك برونق تاني الجايزه، وما مدى تاثير الجايزه عليكي، ونكمل بقيه لقائنا. طيب انا برضو يعني قبل ما اقفل اللقاء انا عايزه اوجه شكري واحترامي وتحياتي الدكتور فادي وزاهي، فادي الحلو والدكتور زاهي الحلو، ودول ناس جادرين بالاحترام، محترمه جدا محترمه، والميركس دور شيء رائع، وكل من شاركوا في هذا المهرجان من
للصف اللي بيشتغلوا فيه ولجان التحكيم والناس دي كلها، لانهم بيتعبوا علشان يقدروا الفنان بعد كده. انا بوجه لهم تحيه وشكر. وانا كمان بضم صوتي لصوتك، لان هم بيحبوا مصر قوي، وكل سنه بيبقى الكم الاكبر بيكون لمصر، وانا ببقى سعيده لما بيتقال على المسرح مصر صفية العمري، مصر نيلي، يعني ده بيسعدني طبعاً. ان يتقال مصر وبعدين اسم الفنان. فانتوا النهارده واللي يحب مصر نحطه على راسنا، وهم على راسنا، لان اللبنانيين كلهم بيحبوا مصر حقيقي. يعني حقيقي. فانا بشكرهم طبعا، وبقول لهم يا رب دايما المحبه دي تكون بيننا وبينكم على طول، و وده مش جديد على اهل لبنان، المحبه ديت زرعتها الصبوحه، انت عارفه صباح يعني زرعت في كل مواطن لبناني حب اللبنانيين لمصر. صحيح. فده من زمان يعني. هسيبك تجهزي فاصل ونلتقي انا وصفيه، هنقوم نغير هدومنا وشعرنا ونجهز ونطلع الى الريد كاربت، ونتقابل انا وانت على الريد كاربت ان شاء الله، وبعد الريد كاربت نكمل كلامنا ان شاء الله. هنطلع فاصل مع بعض ونرجع ونشوف تألق النجمه الجميله صفيه العمري على الريد كاربت، وتكريم مهم جدا ليها في لبنان والميركسودور ومصر صفيه العمري. أمل، إيه اللي جابك دلوقتي هنا؟ وحشتني، قلت لك أشوف، في حاجة دي؟ لا لا أبدا. ممكن أدخل؟ مالوش لزوم يا أمل، يلا بينا ننزل. لا 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 لا، هنقعد هنا كلنا مع بعض. تعالي يا أمل. أنا عاقلة صدقني. أمل ومزدة، اسمحي لي اخد كاس. امال بطلي اللي انت بتعمليه ده. ليه؟ ما يمكن لما اشرب ويسكي عجبك. اسكتي يا امال، عيب. وهو مش عيب يا دكتور تسيب بيتك ومراتك عشان تقعد تستر مع واحده زي دي؟ اسكتي يا امال احسن. ياه، ما تخافش على مشاعرها قوي كده يا دكتور، الست دي رخيصه ومش هيأثر عليها. في توزيع جوائز بلبنان والدول العربيه صار عمره 14 سنه. ميركس دور 2014. الميركسودور بتكرم السينما المصرية في صفية العمري، بتكرم هانم من هوانم جاردن سيتي، بتكرم نازج، أو زي ما كان صلاح السعداني بيقول لها يا نزاجة نازج السلحدار، بيكرم إلهام حبيبة أحمد زكي اللي غنى لها وقال لها أنا عايزة أتجوز إلهام، بيكرم النهاردة الست إلهام هانم ونازج هانم وشروة هانم وكل الهوانم، وهي هانم من هوانم الدراما صفية العمري. ربنا يخليك، ده يعني كتير قوي اللي انت بتقوليه ده يا بصبص والله. يعني حبيبتي انت تستحقي كتير، والنهاردة احساسك ايه اول مرة في الميركس؟ سعيدة جدا، لأنه عارفة ليه طعم تاني مختلف، مهرجان لبنان، العالم اللي موجودة، الدنيا كلها زيطة وهيصة وترحيب جامد جدا وشعور رائع جدا،
حقيقة ما بقول لك في سعادة قد إيه. مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين، وتحية للميركس دور دكتور فادي دكتور زاهي، بحييكم برغم كل الظروف اللي بتمر بيها البلد، أصريتوا ان انتوا تعملوا عرس بيفرح البلاد العربية كلها وبيجمع كل النجوم من العالم العربي. قبل ما نبدأ النهاردة اسمحوا لي تحية حب من نيل مصر لنجوم لبنان وأرض لبنان، نجوم لبنان اللي ساندوا مصر في أزمتها، اللي جم وغنوا حفلات ببلاش لتنشيط السياحة في مصر، الست ماجدة الرومي، وليد توفيق، عاصي الحلاني، نانسي عجرم، أليسا، سيرين عبد النور. بشكركم كلكم باسم كل المصريين وباسم الشعب المصري على حب لبنان الدائم لمصر، وده مش جديد على الفنانين المصريين، ده اللي زرعته الشحرورة الصبوحة في قلوب الأجيال اللي بتطلع عشان تحب الفن المصري والمصريين. نزاجة زي ما كان دايما صلاح السعدني بيقول لها في ليالي الحلمية، والست إلهام زي ما غنى لها أحمد زكي في البيل بواب وقال أنا عايزة أتجوز إلهام، هي أحلام الفتى الطاير، هي سفيرة النوايا الحسنة، هي النجمة العربية، هي الفنانة صفية العمري. ارتبط اسم صفية العمري بالزمن الجميل وهي الصبية المتعلمة اللي حلمت بسباها تكون رائسة باليه أو عازفة موسيقى، لكن أبواب السينما والتلفزيون انفتحت أمامها وغيرت حياتها، فقدمت أدوار ما بتنتسى على مدى أكثر من 40 سنة. أنا عايز أعيش لوحدي. تعيش لوحدك يعني مش فاهم؟ أنا وإنت بس، إن شاء الله في شقة لوحدينا، أوضة واحدة. وتقديراً لموهبتها تكرمت ونالت جوائز بمهرجانات سينمائية كبرى، واللبنانيين سعيدين اليوم بحضور نجمة الفن والإنسانية يلي بتستحق كل التكريم. قلبي أعلى من صوتي حقيقي، ودقات قلبي بتقول لكم كلكم أنا بحبكم جدا وبشكركم جدا يا لبنان، يا أهل لبنان، يا شعب لبنان، بشكركم. بشكر إدارة مهرجان ميركس دور، بشكر الدكتور حلو. عايزة أقول إنه كل التكريمات اللي حصلت عليها في حياتي كانت مهمة جدا، لكن النهاردة الميركس دور توجني وأصبح تاج على رأسي. أنا بقول بما أني سفيرة سلام الشرق الأوسط النهاردة بتمنى السلام يعم المنطقة العربية كلها، بتمنى النهاردة احنا في احتياج للسلام، بتمنى الطفل يلاقي جنينة يلعب فيها، يلاقي لعبة حلوة، بس لعبة ما تبقاش بندقية ولا قنبلة ولا طيارة، تبقى لعبة تناسب طفل صغير. مش محتاجين جنرالات جيش، محتاجين أب وأم، محتاجين طفل يتربى في وسط جنينة حلوة وفي وسط أسرة حلوة. كل سنة وانتم طيبين، ميركس دور في تطور، وشكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا شكرا السيدة صفية العمري.
كانت على الريد كاربت متوترة جدا وقلقانة وقلبها بيدق، وقالت لي سيبيني أتكلم براحتي لما أستلم التكريم، واستلمت التكريم اهي ورايقة، وكان استقبال كبير جدا، استقبال بحفاوة بحب من الوسط الفني ومن الجمهور اللبناني. صفية العمري محبوبة على مستوى العالم. الحمد لله رب العالمين، وبوجودك يا بوسي بيخلي الواحد مطمئن أكتر وعلى حريته أكتر، وبيبقى يعني أنا كنت يمكن هناك مشدودة ومتوترة، قلت لك لا خلينا نقعد مع بعض، بنحب نقعد مع بعض. أنا بحب أقعد معاكي وبحب كده تبقي براحتك ونعمل اللقاء براحتنا. الدنيا دوشة هناك وزيتة والريد كاربت معجوق زي ما بيقول، والناس وتصوير والحاجات دي كلها. الحقيقة محبة الناس دي كنز 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 لا يقدر. شفتي الاستقبال يا رب العالمين؟ الحمد لله يا رب إن الواحد كل يوم بيعيش لحظة فرح في حياته، وإنه الفنان ما بيموتش، وإن فنه بيفضل عايش، وإنه تقدير الناس شيء رائع وجميل، وبيدي أمل للفنان إنه هو لسه على قيد الحياة، وإن لسه عنده عطاء، وإن لسه هيقدر يدي وهيفضل يدي من كتر ما هو شايف شعور الناس الحلوة دي، وتقدير الناس زي يعني مش بلدي مش مصر، لكن أقول دي بلدي برضو، لأن احنا كل الوطن العربي وطن واحد، ولما اتكرم في لبنان جزء من وطني بشعب لبنان. الناس اللي أنا بحب البلد دي قوي، بحب شعبها جدا، وأنا يمكن كان ليا موقف أيام الحرب اللبنانية من كتر حبي للبنان وشعب لبنان. فالنهاردة عندي شعور رائع جدا بالتكريم، وبحسه فعلا أنه تتويج برضو لمشواري اللي أنا تعبت فيه، وفي النهاية بلاقي تكريم من الناس ومن اللي بيقدروا الفن. أكيد، وحتى الفنانين كلهم أحلام وكارول وشيرين وتامر ونيلي كله كان فرحان بيكي قوي. الزغبي يا سلام يا ونانسي سيرين عبد النور وكلهم، يعني كلهم كانوا فرحانين بيكي، كلهم أمولك كلهم فرحانين كلهم. ونانسي الغالي العظيم دريد لحام ومدامته يا حبايب قلبي، والله يعني الناس دي مش قادرة أقولك قلبي فرحان قد إيه بحب العالم ده. يمكن الفترة اللي فاتت صفية كانت بتمر بظروف يعني مشاكل عندها شخصية، ولكن الجائزة دي عوضت كل المشاكل اليومية، مشاكل الحياة اليومية يعني الشغالين والسفر والرجوع يعني والزحمة والحاجات اللي احنا عايشينها دي، مشاكل تقيلة ولكن اللي هي اليومية. الجائزة دي بتخلي الواحد ينسى همومه، بيفكر في اللي جاي، بيبقى عنده، ويمكن انت كسولة شوية محتاجة شوية يعني حاجات كده تفضل تزق فيكي كده تقولك يا صفصف لا شغلك ما تبعديش عنه، ما تخليش جاذبية المشاكل اليومية لا حبيبتي. بس هو في نقطة مهمة جدا، لأنه اللي أنا عايزة أفهمه للناس إن أنا إنسانة عمري ما احترفت الفن، أنا هاوية فن لحد النهاردة، يعني ما تقدريش تشوفيني في ثلاث أربع أعمال ولا دور هنا ولا دور هنا ولا دور هنا ولا بلقط هنا وهنا 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 وهنا، ما عرفش أعمل ده. مع احترامي لأي حد يعمل ده قادر على ده، لكن أنا بختار من يوم ما طلعت في الفن والوسط الفني أنا دقيقة جدا في اختياراتي. يمكن كل سنة سنتين ألاقي حاجة أحبها أوافق عليها أعملها، لكن مش سكوتي وأعادي بعد أو يعني كسل أو ضعف، أو هو ممكن يكون شوية كسل برضو مني. أنت كسولة يا دلوعة. دلوعة، أيوة دلوعة. ليك حق تدلعي، يعني النزاجة اتدلعت، وإلهام هانم ست إلهام هانم اتدلعت، وشروة اتدلعت، ويعني قاعدة أعد ولا أقول إيه ولا إيه على الشخصيات، يعني لسه قاعدة بتفرج لك على الحرافيش، الدلع كله في الحرافيش مع محمود ياسين. كانت أدوار حلوة وأفلام حلوة ومؤلفين حلوين وأدباء، يعني الواحد لما يعمل أعمال لنجيب محفوظ ولا يشتغل مع كبار المخرجين زي يوسف شاهين، صلاح، يوسف شاهين عملت فيلمين معاه، صلاح أبو سيف عملت فيلمين معاه،
عملت مع بركات، عملت مع حسن الإمام، عملت مع يعني أحمد يحيى، عملت مع نخبة كبيرة جدا جدا من أساتذة السينما التقال. فتعودت على الفن التقيل، اتعودت على الأعمال اللي لها قيمة، الفن اللي تستطعميه. عشان كده أنا بتعذب لما أقرأ حاجة مش على المستوى اللي عملت، مش بقى أن أنا مع المستويات اللي أنا اشتغلت معها دي، لا يعني أنا هنزل أشتغل العمل ده علشان الفلوس كلنا محتاجينها. لكن أنا يعني فني أغلى كتير جدا جدا من أي فلوس، من أي مادة. ما أقدرش. وبعدين الناس عرفوني بمستوى معين، من يعني ليا ستايل بقى او ليا مستوى. ليكي تاريخ وليكي مكتبه، ما تقدريش لا هم خلاص شافوني بشكل يعني تعودوا عليا في اعمال كويسه دايما، فما اقدرش اتنازل واعمل اي اعمال لمجرد ان انا اكسب فيها فلوس. اظن ما فيش داعي احلف لك ان ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. اتفضلي القهوه. احنا اتفاجئنا لما عاصم كلمنا بالتليفون وقال لنا. ثم انا هعمل كده في توفيق السيد ليه؟ بالعكس، ده انا محتاجه له جدا الايام دي، خصوصا والمصنع حواليه 100 مشكله. مادام محتاجه له بالشكل ده يبقى اكيد هتعرفي طريقه فين. ازاي؟ كلمي مكتب الباشا. قوي قوي. الجيل الجديد دلوقتي برضو بيحسبها بالمادة، فإعلانات ماشي، برامج ماشي، فيعني جاري الموضة. جاري الموضة مش عارف، مش قادرة يعني عارفة. يعني أنا والله العظيم بيجيني أعمال كتير جدا، ومجرد أن أنا أقراها وحيت ربنا دموعي بتنزل، وأقول يا سلام صفية هتنزلي كده يعني ممكن، يعني أبص ألاقي نفسي لآخر لحظة أقول لا مش قادرة، لا مش قادرة. وعشان كده دول اللي عندهم مشوار، يعني دول اللي عندهم مشوار بيتكرموا. اعتقد في ناس مش هتوصل ان يبقى عندها مشوار وتتكرم والناس بتحترمها في كل البلاد العربية. الحمد لله رب العالمين. حاجة بتعوض حاجة، في حاجات كتير بتعوض، ومحبة الناس. وعلى فكرة الناس مش بتنسى واعمالنا، ما هي المشكلة انه الفضائيات بتعرض كل الأعمال، واللي بيعمل عمل وحش بيتعرض له ويندم ويقعد يقول يا ساتر يا ريتني ما عملته، طب وليه أنا أعرض نفسي لده؟ عايزاكي تعترفي لي اعتراف وانت بتاخدي جايزة عن مشوارك، إيه الفيلم اللي بتشوفيه تقولي يا ريتني ما عملته ده؟ لأن مكتبتك كلها حلوة، أنا معادت أقدم لك كلها أدوار مهمة، وزي ما قلتي مخرجين تقال وموضوعات تقيلة، كل موضوع حتى حب لا يرى الشمس من أروع الأفلام اللي أنا بحبها، وخدت فيها جايزة ومصورة في البيت عندي وكان من الأفلام الجميلة. أنا الفيلم ده أنا حبيت الحب من حب لا يرى الشمس. شفت إزاي؟ عرفتي بقى يعني أستاذ محمود أبو زيد. طبعا أستاذ محمود أبو زيد، أستاذ محمود عبد العزيز، وشوقي ونجلاء فتحي العظيم فريد شوقي، والجميلة نجلاء يعني ربنا يمسيها بالخير. يعني كان من الأعمال الجميلة، الأعمال الحلوة. طب وتقولي لي بقى يعني طب احنا اعترفنا بكل الحاجات الحلوة، اعترفي لي بواحد. والله مش فاكرة حاجة وحشة أنا عملتها. لا والله، لا والله، ما انا بقول مش عايزه يبقى فيه في مكتبتك حاجه. لا يمكن، لا يمكن. والحمد لله كل شهاداتي متعلقه التقديرات والجوائز والكلام ده. انت شفت بتفكرك دايما انك تقولي لا ما يبقاش في حاجه تلوث. لا انا عايزه كل ده موجود، خليهم بقى ذكريات. وزاره الاوقاف كلها وقفت على رجل، اصل الحكومه دي بقى على كف عفريت وعم راجع راجع. الحمد لله. مش هبقى نظرة وقف. مش مهم يا لطيفة، الفيلا دي والعربية والفلوس اللي في البنك كله مش مهم. هو انت محتاجة؟ لا، بس أراضي الهلالية وعمراتهم وأموالهم. المهم ان انا نجيت. تصوري وانا واقف في القفص، تصوري سناء وسميحة وسمير
هما شايفين ابوهم متهم. تعرف مين اللي نقلك اسيوط؟ الوزاره طبعا. لا، بنتك سناء هي اللي نقلتها. يعني النهارده وانت طالعه على المسرح كده وجايه بالطياره من مصر للبنان وهيكرموا مشوار، حاسه بفخر بالمشوار ده؟ حاسه ان انت مش ندمانه على لا حاجة ابدا ابدا، حاسه ان انا يعني الينبوع اللي جوايا لسه بيبتدي يتفجر. قول ايه ده؟ لا ده ما فيش حاجه، يمكن ينام شويه، يمكن يكسل شويه، لكن الفنان ينبوع عطاء لا يمكن ينضب، لا يمكن، بئر من العطاء لا يمكن ينضب، وكل ما بينضج كل ما احاسيسه بتنضج، كل عطاءه ما بيكتر ويكبر، وكل ما يعبر احسن واحسن. بس فين الادوار بقى اللي تعبر عن كل ده؟ اللي جاي فيه انا عارفه في ادوار جايه، في كام دور جاي حلوين في ان شاء الله. يعني كان في دور مع ايناس الدجيدي بيتحضر، وايناس قالت هترجع تعمله. وانت شفتي سرايا عبدين؟ اه شفت. شفت شويه حاجات كتير. بتفكركيش شويه بليالي الحلميه؟ آه لا لا لا، ما فيش مقارنه يعني. هي طبعا السرايات السرايات والهوانم جاردن سيتي والحاجات الهوانم يعني الهوانم. لكن عصور مختلفة يعني. يعني تخيلي، تخيلي النهاردة لو هنتكلم على الحلمية، تخيلي لو الله يرحمه ويحسن إليه الأستاذ أسامة أنور عكاشة والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ ربنا يرحمهم، لو هم عايشين دلوقتي كان ممكن يتعمل جزء سادس، لأنه هم توقفوا على وقت عصر مبارك. فتخيلي دلوقتي لو هما موجودين كان في كمية دراما رهيبة جدا ممكن يتكتب فيها عصر مبارك وبعد الإخوان وبعد، يعني كان هتبقى في ليالي لسه أثرية جدا، وكانت الليالي هتفضل تستمر. ولكن إن شاء الله كمان العمل مع إيناس الدجيدي، هي بتقول هتعمله السنة الجاية، يكون على مستوى كبير إن شاء الله. في فيلم مش هنعلن عنه، مش هنعلن دلوقتي لغاية أنا عارفة أنه فيلم جماهيري ومهم جدا وكوكبة كبيرة من النجوم، وهيبقى حاجة مهمة في السينما. صف صف رجع لكم، صف صف جاية. الجايزة عاملة شغل صفية، فيها حالة نشاط وحب لل خلاص إن شاء الله. يعني الكسل راح. على فكرة احنا كلنا عندنا جرعة نشاط، عندنا حماس لمصر. انا كل ما افتح التلفزيون والاقي الناس واقفة في قناة السويس، كله عايز يروح وكله عايز يبني، كلنا عايزين نشتغل، عندنا حالة كده. حتى تامر حسني بيقول لي احنا لازم كلنا ننزل نعمل حفلات عشان نصحصح مصر. هو ده الفنانين عايزة تشتغل، المطربين عايزين يغنوا، يعني هم بقى ينزلوا يعملوا حفلات واحنا الممثلين نطلع نقدمها. فاكرة اضواء المدينة؟ لا لا، انت فاكرة احنا عملنا كده للنقاش وقت من كذا سنة وطلعنا برضو عملنا حفلات جماهيرية، وقدرنا يعني الفنانين يقدروا يعملوا حاجة، يقدروا يعملوا حاجات كتير، هم المطربين يغنوا واحنا نقدر نقدم الحفلات، واحنا هنقدر نجيب الناس طبعا، واحنا هتجيبوا ناس وهتجيبوا فلوس وهتجيبوا امن والسياحة وهتجيبوا حاجات. وعايز اقول لك احنا مش متأخرين، واحنا بنقدم نفسنا قبل اي حد، ونقول اهلا وسهلا لاي حد يطلبنا، واحنا في الخدمه دايما. الفنانين جاهزين والمطربين جاهزين والاعلاميين جاهزين، عايزين المسؤولين يشاوروا، اعملوا ده علشان تنشيط السياحه، اعملوا ده عشان الامن والامان، اعملوا ده عشان صوره مصر في الخارج، اعملوا ده عشان الناس تنبسط وتفرح، احنا جاهزين، شاوروا انتوا بقى، ومفيش تقصير من عندنا يعني. ابدا ابدا، في حاله نشاط في الوسط الفني كله والاعلامي كمان. ان شاء الله ان شاء الله مصر دايما بخير وهتفضل بخير، وربنا يخلي رئيسنا ويخلي يعني كل الناس جيشنا ويخلي جيشنا والله اللي واقف وبيضحي عشاننا. يعني الشرطة كمان بتتعب معانا، وربنا يكرمهم ويوفق الجميع ان شاء الله. سفيرة النوايا الحسنة، عارفة في تكريم ليكي للنوايا الحسنة في دبي الشهر الجاي. يا رب يخليك ان شاء الله ان شاء الله. يعني مش ناسيين النوايا الحسنة برضو مع الفن، الاتنين عايزين دور فعال الفترة اللي جاية برضو. النوايا الحسنة جيل السلام يا بوسي، واحنا بنقول احنا جيل السلام، والسلام النهاردة هو اللي مطلوب.
احنا دلوقتي عايزين السلام. خلاص خلاص كفايانا بقى متاعب وكفايانا ارهاب وكفايه ارهاب النهارده مسيطر على العالم مش على المنطقه العربيه وبس. الله ياخدهم بقى كفايانا بقى عايزين السلام يا عم المنطقه كلها. احنا في انتظار اللي جاي احلى. صفيه العمري بحييكي على اللوك النهارده. هاني البحيري الازياء وجو رعد والمكياج صفيه العمري دي رسمه عيون عيون صفيه دي ما حدش يعرف يرسمها. ربنا يخليك يا بوسي. ميرسي حبيبتي وانت دايما معانا في كل نجاحاتنا. انا مش بس بتكلم على نفسي, انا واحده من كل صحباتك. انا بحب اشوف الفنانين في احلى صوره. انتوا ربنا مديكوا موهبه بتسعدوا بيها الملايين, فاحنا لازم نظهر الجمال ده لكل العالم. انتوا صوره مشرفه لمصر. عايز اقول لك حاجه, انت بتحبينا ولذلك بتقدمي كل صحباتك لان صحباتك كلهم الفنانات. انا بقدم عيلتي. انتوا عيلتي المصريه. ويكفي النهارده ان كل اللي طلع اتقدم. مصر صفيه العمري, مصر تامر حسني, مصر شيرين, مصر نيلي كريم. فدي مصر ولازم نبقى كتله في حرب علينا. لازم احنا كمان نتصداها كلنا, ان احنا كلنا نبقى ايد واحده. بس ما فيش حد يقف قصادنا ابدا. لا مين اللي محدش يقدر على المصريين. المصريين مش سهلين ابدا يا صفيه. الف مبروك. في كانت ياسمين الخيام الله يمسيها بالخير كان لها غنوه حلوه قوي. المصريين هم حيويه وعزم وهمه. المصري المصريين المصريين.